به أشار المدرب الكروي سعد حافظ في تصريح لبرنامج حديث الملاعب إلى أن مدرب المنتخب العراقي كاتريتش لم يكن بالمستوى الفني المطلوب على الرغم من الدعم الكبير الذي حظي به من قبل اتحاد كرة القدم. الاتحاد أصبح بحرج كبير كبير جدا. الشارع يضغط باتجاه الاتحاد، والاتحاد يحاول بأي طريقة أن يحفظ مي وجهه ويحفظ التزاماته الأدبية الأخلاقية تجاه الجماهير. لذلك كان خيارها كاتانيتش، وكاتانيتش بصراحة وأنا على يقين أنه لم يكن هو الخيار الفني اللي الاتحاد والشارع كان مقتنع به، وهذا ما لمسناه من البداية. ولكن بالأصح العام هو يبقى مدرب أوروبي، ويبقى يجب أن تكون لديه بصمة واضحة وتكون لديه شخصية واضحة من خلال العمل. هنا نأتي ونقيم العمل، لا نقول أنه خلص أنه كاتانيتش تجربته مع الإمارات، أنا هذا الكلام لا أركن إليه. أتعامل ويا العراق، أتعامل ويا حالي. أنا للأمانة أكثر مدرب، حتى أجيك يعني بعض الجمل يحتاج أنه تجي من الأخير صح، بعدين تسلسل بها. أكثر مدرب أنا أقول ربما حظي بدعم الاتحاد كمباريات كبطولات هو كاتانيتش.